بيان إلى الرأي العام باسم حركة الشبيبة في لبنان. إننا ندين ونستنكر كافة الهجمات التي تقوم بها الدولة التركية الفاشية ومع المدفعية الإيرانية على شنغال ومخمور وشالادز الذي استشهد فيه 5 من شبابنا. هذا يؤكد لعموم العالم العدائية ضد شعبنا الكردي أينما كانوا. إننا كحركة الشبيبة في لبنان ننادي كافة الشباب في أجزاء كردستان الأربع إلى المزيد من التوحيد في صفوفنا وأن نكون في وجه هذا المحتل صفا واحدا. إننا باسم الشبيبة الكرد في لبنان نستذكر كافة شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم ونجدد العهد بالوفاء لهذا النضال. يجب أن يكون معلوما أننا نحن الشباب الكردستانيين في كل مكان في العالم سوف نواصل تصعيد النضال على نهج الشهداء حتى دحر جميع هجمات الأعداء وهجمات الحرب الخاصة، ولن نستكين للخيانة والاحتلال وجميع الصعوبات والعوائق الأخرى التي تعيق الوحدة الوطنية. فإننا نعاهد بتحقيق الهدف الوحيد لشهدائنا ألا وهو كردستان حرة وتحقيق الوحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط. إن الوفاء للقيادة والوطن التي التزم به رفاقنا تعتبر مثالا يحتذى به لجميع شباب شمال وشرق سوريا وفي كل مكان في العالم. الأوفياء يجب أن يدرك الأعداء أن الشباب الكردستانيين سوف يرسخون روح الثورة والرغبة في الحرية التي التزم بها شهداؤنا في عقولهم وسوف ينتقمون له. نناشد جميع الشباب والنساء والرجال الذين يعيشون على هذه الأرض بتعزيز تنظيمهم وتصعيد النضال التنظيمي وتتويجه بتحقيق النصر. ويجب أن يكون شعار كل شاب كردي هو أن الحرية تتحقق عبر التنظيم. الخلود لكل شهدائنا. عاش مقاومة شالادز، عاش مقاومة شنغال، عاش مقاومة قنديل. 23/6/2020 شهيد نامرين، شهيد نامرين، شهيد نامرين. دولة تركيا داگرکر بتایبتی دماغ حزیرانی دا ایریشن خوی هوانه لسر کامپا محمور انگو کامپا شهید رستم جودی لسر شنگال لسر باشور کردستان و هرما شلدز زیده دکر دولت اتر و فاشیزم آکپ و مهاپ لباکور کردستان برانبر پارتی گلان یا دموکراتیک لهندور مجلس دا داربه این سیاسی فکرینه لباکور کردستان برانبر شرداریان هدف دربه این قائمی پکتیمه کنکجیا چند سیاسی و خونه به هبره دمشینه لروجوه کردستانی لباشر کردستانی همبر دسکتی گلی کرد به بالافر شهران کنکجیا پکتیمه گلی کرد چه پرچه کردستانی ده ده کلیه دیروکی ده درباز دبه چه کتی زانین دبه دمان ده دبین سرپرشتیا قصد ده قوه سوریه دموکراتیک ده هنگاوین یکیتی پیش کردن و هزین کردی ده همو آیان در روژاوی کردستانی ده حتی جمع هم و وی طبیعتی وی دمی ده دمکو یکیتی ها گلی کرد لروژاوی کردستانی کت مریت ده و روش به روش پنگاوی ارنی پیش ده چون دولت هستم جگو که یکیتی ها گلی کرد تک ببه ایریش هوانه همبر ایریش همبر روژاوای کردستانی باشور کردستانی کامپ محموری و شنگال زده کرد. همان دمانده پارتیا گلان لدهندر ترکیه دا مشه آزادی و مشه عدالت دا مشاندن جبو که تواهی روژه به بگورنه و هر موتش شر گره بده دولت سروی آبایی در به حدود خواه باشور کردستان و روژاوای کردستان روژ به روژ ایرش خواه گران کرن. در به سینور هر ایرش داگر کری قتل کرن مروه سیویل راست راست سوجه شرعه و سوجه مروهیه. در قانون ناو دولتی ده و قانون ناو متوی ده او ایرش راست راست سوجه شرعه نه. در قانون ناو متوی ده کشتن مروه مدنی نمشروعه. دالی سیاسی و اخلاقی و زامی وجدانی ده قتل کردن مروان قتل کردن مرو سیویل نمشروعه. لیرو دولت ترک سالانه
سروي أساسي دروي سينورجي قلي قتل كريدكا لدنيا كر حتى أنها نرني أخوي أريني نادن بيش لبالي دجمن قلي كرد بطيبتي ست سالان ده لسر أخا كردستان سوجي شري وسوجي قانوني ناب دولتي قانوني ناب دولتي بمبيد كر هري داوي حجدي حزيراني لسر هرم بشير كردستاني نفتيا سلدزي ده انجام شرن بلافرن شرن دولتا تركا داگر کرده بنج جوانين كرد حتن قتل کرن و حتن شهيد کرن برامبر كومكجيا سلدزي و مخبور و شنگالي گريلاي قهرمان لهفتانين لخاكوركي داربه گران دار دجمن و گلق اندام دجمن حتن اسر کرن و گلق جي حتن کشتن لسلدزي گلی میشل دیز قرامان گلی جران بو هدف ایرشن بلافرن شرین دولت تر لی تو جران همدر داگر کران رو دجمنان و ایخانتی ستو به اخوه نتوان هم کردن لبنانی لسر نو پیده سلاو و ریز اخوه آرستی گلی بفدیر گلی باشور کردستانی دکن و گلی مخبوری گلی شنگالی و گلی شلدیز دکن اما بس صفايا سرسغي اراسي مالوات شهيدان و جالي شلدزي برقدر دكن هم ديبجين شهيد نامرن بيجي كردو كردستان بيجي ساروكابو بيجي غريلا بيجي غفجر بيجي غفجر